الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل الرزق برحمة ثم جعل في كل قلب رحمة ثم بعث للعالم كله أعظم رحمة، وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خير من بعث بالرسالة وسلمت عليه الغزالة وآمن به المطر وكلمه الحجر واشتكى إليه الجمل من شدة العمل. نبي الله يا طه بك الرحمن وكباها، فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أصلي وأسلم على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم، أصلي وأسلم على من قال للظبي من أنا قال له رسول الله أرسلت للأمم، أصلي وأسلم على الممدوح في طه وياسين والضحى والنون والقلم، أصلي وأسلم على من شق جبريل صدره وهو صغيرا ولم يشكو لذلك من الألم، فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من رحاب هذه الساحة الطاهرة، من رحاب هذه الساحة العامرة بذكر الله تعالى، من رحاب مسجد الصحابة بقرية البرانية بمركز مدينة أشمون بمحافظة المنوفية. هذا المسجد الذي قد كمل وشيد على أكمل وجه في وقت وجيز، وهو نراه يخرج علينا بهذا الشكل الهندسي الجميل الرائع الذي لاقى استحسانا واعجابا من الجميع، فاللهم ازي كل من قام على هذا العمل الطيب المبارك ولو بكلمة طيبة خير الجزاء. مستمعينا الكرام، وخير بداية لهذه الاحتفالية وهذا الافتتاح العظيم القرآن الكريم، آيات قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم
ولولا أن ثبتناك ولولا وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتح فتهجد به نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما
وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور
نور على نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نورك كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة ينقض من شجرة مباركة زيتون يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها نور على نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء للناس، والله بكل شيء عليم. يهدي الله ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مستمعينا الكرام، هكذا استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية النورانية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العلي، وهو منذ قليل قد تم افتتاح هذا الصرح الطيب المبارك. جزى الله الجميع خيرا وجزى الله كل من قام على هذا العمل الطيب المبارك ولو بكلمة طيبة.